الاسنشال ايزوتروبيا او الانفانتايل ايزوتروبيا هي تعتبر من اهم المواضيع في تشابتر السكوينت، وهي اللي منها هنقدر نفهم حاجات كتير قوي في الحول، سواء في الفحص بتاعه او في العلاج بتاعه. هي اسمها اسنشال ايزوتروبيا، تروبيا يعني دي حول مانيفست موجود على طول حقيقي، مش محتاج ان انت تغطي له عينه عشان يبان، لا ده الحول موجود على طول. وايزو يعني عينه بتحدف لجوه. essential ليه سموه essential؟ لانه idiopathic، مش معروف له سبب. زي ما خدنا قبل كده في الاكوموتيف ايزوتروبيا كان في مشاكل عند البيشنت اللي عنده ايزوتروبيا، سواء في هاي ريفراكتيف ايرور او عنده مشاكل في الاي سي اي ريشيو. انما الاسنشال ايزوتروبيا ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكله لا في الريفراكشن بتاعه ولا في حتى عضلاته اللي هي بتتحرك فريلي في كل الاتجاهات. يعني ده نوع من الكونكومتنت سكوينت مش انكومتنت سكوينت. هو يعني عشان نلخص حالة الاسنشال ايزوتروبيا دي، ده عبارة عن طفل صغير بيجيلك في سن 6 شهور او اكتر شوية يعني، بس غالبا بيبقى اقل من سنة، والام بتشتكي ان الطفل ده عينه بتحدف لجوه. وعادة الام بتشتكي ان احيانا بتشوف عينه اليمين بتحدف لجوه والشمال ستريت بيفاكس بيها، او يعني الشمال بتحدف لجوه واليمين هي اللي بيفكس بيها، ودي بتسمى alternate fixation، يعني مره يفكس باليمين ومره يفكس بالشمال ويحول العين التانيه لجوه. الطفل ده انت لما بتيجي تفحصه ما بتلاقيش عنده اي مشاكل خالص، لا في الريفراكشن ولا في الفندس. زي ما قلنا فحص الطفل او فحص اي حاله حول خطوتين مهمين جدا، اللي هو السايكلوبلاجيك ريفراكشن والفندس اكزامينشن. كمان ما بتلاقيش عند الطفل ده مشاكل في حركه عضلات عينيه، بيتحرك عضلات عينيه في كل الاتجاهات رايت ليفت اب اند داون فريلي، ان يعني ده نوع من الكونكومتنت سكوينت. وبتلاقي زاويه الحول اللي عند الطفل ده كبيره وثابته، هي دي الكلينيكال كرايتيريا في حاله الاسنشال ايزوتروبي، ان الحاله دي هي ايديوباثيك، مش معروف ايه سببها، ايه اللي خلى الحول ده يحصل، مش معروف، عشان كده اسمها اسنشال. بتيجي في الطفل في اول 6 شهور من عمره، غالبا بتبدا من سن 3 ل 6 شهور. اشمعنى مش اقل من 3 شهور؟ لان احنا اول ما بنتولد بتبقى الماكيولا بتاعتنا بتبقى ال ديفلوبد، بيحصل لها فول ماتوريشن بعد الولاده بشهر شهرين، توصل للفول ماتوريشن بتاعتها. عشان كده الطفل اول ما يتولد ممكن تلاقي في عينيه حول، ممكن تلاقي نستاجمس، ممكن تلاقي حركه عينيه كل عين تتحرك في الاتجاه دي، مش مشكله خالص، ده في اول شهرين من الولاده. انما بعد كده لا، لو عدينا الشهرين دول ووصلنا من 3 ل 6 شهور، لا لازم العينين الاثنين يبقوا متسنترين وبيتحركوا مع بعض كويس. فالحول ده بيظهر في اول 6 شهور من العمر، ان اذروايز نورمال انفنت وذ نو سيجنيفيكانت ريفراكتيف ايرور. ممكن يبقى عنده ريفراكتيف ايرور اه، بس مش سيجنيفيكانت، مش زي ما قلنا من بلس 2 لبلس 7 في حالات الريفراكتيف اكوموتيف ايزوتروبيا، اند لو ليميتيشن اوف اوكيولار موفمنتس، لان هو كونكومتنت سكوينت. الكلينيكال بيكتشر هي الاربع نقط او الكام نقطه اللي احنا اتكلمنا عليها، ان الطفل ده بيبقى عنده لارج اند ستيبل انجل اوف ديفيشن، ما بيبقاش عنده ريفراكتيف ايرور، يعني مش عنده سيجنيفيكانت ريفراكتيف ايرور، بيبقى عنده alternate فيكسيشن ان برايم او ان برايمري جيز، وكروس فيكسيشن في السايد جيز زي ما هنشوف بعد شويه. الانجل اوف ديفيشن بتبقى لارج، يعني ايه لارج؟ يعني اكتر من 30 بريزم دايوبتر اند ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ يعني في كل مره الولد ده، انت الولد ده بيجي لك بتقيس له زاويه الحول، وان كان الموضوع صعب طفل زي ما هنشوف احنا بنقيس زاويه الحول ازاي، قياس زاويه الحول في الاطفال صعب جدا. المهم الطفل بيجي لك في وان فيزيت بتقيس له زاويه الحول، بتلاقيها مثلا 30 بريزم دايوبتر، في الفيزيت اللي بعديها 30، الفيزيت اللي بعديها 30، وهكذا زاويه الحول ثابته مش بتتغير، ستيبل اند لارج اكتر من 30 بريزم دايوبتر. ازاي بقى زاويه الحول بتتقاس؟ في طرق كتير لقياس الانجل اوف ديفيشن، مش كل الطرق دي بتستخدم في نفس الحاله، بس هنقولهم الثلاثه وبعد كده يعني نقول دي بتستخدم امتى. اول طريقه اللي هي الهيرشبرج تيست، والهيرشبرج ده زي ما قلنا احنا، او اي حد بيجي يشتكي سواء هو البيشنت او البيرنتس بيشتكوا ان الطفل ده عنده حول، احنا بنقوم جايبين التورش وايدينه في عين البيشنت ونقول له بص على النور. لو ده اللايت متسنتر في عين الطفل زي ده، اللايت هنا في السنتر اوف ذا بيوبل وهنا في السنتر اوف ذا بيوبل، يبقى ده ما عندوش سكوينت ابارنتلي، يعني مبدئيا كده ما عندوش سكوينت، ده الهيرشبرج تيست. طيب لو لقينا اللايت بقى مش متسنتر، على حسب اللايت ده موجود فين هنقول الحول ده زاويه الحول قد ايه. الهيرشبرج تيست ده بيقيس بالديجريز مش بالبريزم دايوبترز. لو لقينا اللايت على الايدج اوف ذا بيوبل زي الصوره دي كده، يبقى ده عنده 15 ديجريز ايزوتروبيا،
او على التمبورال ايدج اوف ذا بيوبلي، يبقى العين داخله لجوه، يبقى دي 15 ديجريز. طيب لو لقينا اللايت ريفلكس ميد واي بتوين ذا ايدج اوف ذا بيوبل اند ذا لمبس، دي 30 بريزم دايوبتر. لو لقينا اللايت على اللمبس يبقى دي 45 بريزم دايوبترز، 45 درجه انا اسف، دي 15 درجه 30 درجه 45 درجه. طب احنا يعني ليه في قياس بالبريزم دايوبترز؟ البريزم دايوبترز ادق، واحنا الدرجات دي بنحتاج ان احنا نحولها للبريزم دايوبترز عشان الجداول اللي احنا هنشتغل عليها في علاج الحول كلها معموله بالبريزم دايوبترز. ال 15 درجه دول يساوي 30 بريزم دايوبتر، كل درجه كل ديجري بتساوي 2 بريزم دايوبترز، ف 15 في 2 ب 30 بريزم دايوبتر، ال 30 في 2 ب 60 بريزم دايوبترز، وال 45 هتبقى 90 بريزم دايوبترز. هو احنا اساسا ليه بنقيس زاويه الحول؟ اللي احنا يعني زي ما قلت لكم الطفل ده بيجي لنا بنقيسه زاويه الحول في زياره، وبعد كده يجي لنا في زياره ثانيه نقيسها له وهكذا لغايه ما نتاكد ان احنا قسنا الزاويه صح. لان احنا على اساس الزاويه دي العين حادفه لجوه، احنا عايزين نرجعها في مكانها، هنا يعني حادفه لجوه قوي عايزين نرجعها في مكانها. نرجعها في مكانها ان احنا هنشتغل على العضلات، نضعف عضله ونقوي عضله. بنشتغل على العضلات دي ان احنا بنرجعها او بنقص منها كميه من المليمترات، الكميه دي احنا بنحسبها على اساس زاويه الحول دي زي ما هنشوف في العلاج بعد شويه. فقياس زاويه الحول وانت تبقى مطمن ان الزاويه بتاعتك انت قياسها accurately، كل ده بيساعدك ان نتيجه العمليه تبقى كويسه. اول حاجه الهيرشبرج تيست زي ما قلنا، بنرمي النور في عين العيان وعلى حسب مكانها بنقول زاويه الحول كام بالدرجه ونحولها بعد كده للبريزم دايوبتر. هو تيست سهل ومبدئي لكنه مش دقيق. ليه مش دقيق؟ لحاجات كتير. اولا النور ده مش اكوموتيف تارجت. اكوموتيف تارجت ان الطفل يبص على شكل زي مثلا عصفوره، زي حاجه اتراكتيف يبص عليها عشان يعمل اكوموديشن، عشان لو عنده مشاكل في الاكوموديشن تبان. الاكوموديشن بيأثر على الانجل اوف ديفيشن. النور ده مش اكوموتيف تارجت، ده مش بيسترعى انتباه الطفل ان هو يبص ويركز عليه ويعمل اكوموديشن. تاني حاجه ان النور ده، هو احنا قلنا اللايت ريفليكشن ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الفيجوال اكسس. الفيجوال اكسس وعلاقته بالاناتوميكال او الاوبتيك اكسس اوف ذا اي في مشاكل ما بينهم احيانا بتحصل مع الهاي ريفراكتيف ايرور سواء الميوب او هايبر متروب، وبالتالي قد يكون عنده سودو سكوينت وما يبانش، او السودو سكوينت ممكن ياثر معانا في قياس زاويه الحول باستخدام الهيرشبرج تيست. لكنه كتست مبدئي واحيانا كمان كتست ضروري او هو الوحيد اللي بقدر اقيس بيه للطفل. يعني حالات الاسنشال ايزوتروبيا غالبا زاويه الحول بيتقاس لها بالهيرشبرج تيست، لان الطرق اللي بعد كده هنلاقي فيها صعوبه ومحتاجه تعاون من الطفل ده، زي الطريقه الثانيه في قياس زاويه الحول اللي هي البريزمان كافر تيست. دلوقتي هشرح لكم التست ده بيتعمل ازاي. دي حاله رايت ايزوتروبيا، انا عايز اعرف العين دي، العين دي المفروض مكانها هنا، العين دي حدفت لجوه كده قد ايه، كام اتحركت، الديسبيسمنت بتاعها كام بريزم دايوبتر. انا لو جبت بريزم قدام العين دي بيز اوت، البيز بتاع البريزم هنا اوت، البريزم بيحدف الصوره ناحيه الايبكس بتاعته. يبقى انا لو جبت بريزم بيز اوت قدام العين دي وغطيت العين الشمال دي عشان البيشنت يضطر يعمل فيكسيشن بالعين اليمين، لو البريزم اللي انا حاطه قدام العين اليمين دي بالقوه الباور المناسبه ان هي تحدف الصوره ناحيه الايبكس بتاعته والصوره دي تتحدف عند الفوفيا بتاع البيشنت دي، يبقى البيشنت مش هتضطر ان هي تحرك عينيها كده عشان تفكس. يعني ايه؟ لو انا جبت بريزم 10 بريزم دايوبتر، الباور بتاعه 10 بريزم دايوبتر، وحطيت البيز بتاعته اوت هنا كده، البريزم ده هيحدف الصوره ناحيه الايبكس بتاعته، وغطيت العين الشمال وخليت البيشنت يعمل فيكسيشن بعين اليمين، لو ال 10 بريزم دايوبتر دول كانوا كافيين ان هم يحطوا الصوره او يرموا الصوره عند الفوفيا بتاعت العين دي، البيشنت مش هتضطر تحرك عينيها تجيبها في السنتر هنا عشان تفكس لان انا غطيت العين الشمال. طب لو كان ال 10 بريزم دايوبتر دول اقل، يعني ايه اقل؟ يعني ما حطوش الصوره عند الفوفيا بتاعت البيشنت دي، هتضطر تحرك عينيها شويه. لو حركت عينيها عشان تو جين فيكسيشن، يبقى انا لا مضطر ان انا ازود الباور بتاع البريزم ده، اخليه 20 30 40 50 لغايه ما العين تثبت ما تتحركش عشان تو جين فيكسيشن. اغطي العين الشمال الاقي العين اليمين بتفكس وهي في مكانها. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الصوره وقعت على الفوفيا في العين وهي في وضعها ده، مش محتاجه تتحرك خلاص، ما الصوره جات لها، البريزم عمل ديسبيسمنت للصوره ووقعها على الفوفيا والعين في الوضع ده. اخد بقى الباور بتاع البريزم اللي انا حاطه ده ويبقى هو ده
الديسبليسمنت بتاعت العين دي، وهي دي الانجل اوف ديفيشن، ده اسمه بريزم اند كفر. ديس بريزم، انا بحط بريزم على العين دي، اند كفر لاني بغطي العين التانية. نشوف الفيديو بتاعها. هو هنا اما غطى العين الشمال، العين دي اتحركت عشان تو جين فيكسيشن. مقدار بقى الحركه دي قد ايه، ديسبليسمنت ده قد ايه، ده اللي انا بقيسه بالبريزم دايوبترز. حطينا بريزم، ده اسمه بريزم بار، مجموعه من البريزمات فوق بعض، والباور بتاعك بتتدرج 5 10 15 20 بريزم دايوبترز وهكذا. انا حطيت بريزم 10 دايوبترز والبيز بتاعته البيز اوت، فالصوره هتيجي ناحيه الايبكس. هغطي العين الشمال عشان اشوف هل العين دي هتكتفي بال 10 بريزم دايوبترز والصوره هتقع عند الفوفيا بتاعتها، ولا هتضطر تتحرك لان الصوره لسه ما وقعتش على الفوفيا بتاعتها. لا، ما زالت بتتحرك تو جين فيكسيشن. يبقى ال 10 دول مش هم ده مش هي دي الانجل اوف ديفيشن. ازود الباور شويه بتاع البريزم. عند 20 ما زالت العين بتتحرك، يبقى ازود الباور تاني. ما زالت بتتحرك عن 30. هو الفيديو يعني ممل شويه، انا ممكن بدل ما اقعد اطلع البار دي وانزلها تاني ممكن انزلها على طول، بس هو احسن حاجه فيه الموسيقى بتاع عمر خيرت الصراحه. شايفين عند 60 بريزم دايوبتر هنا بغطي العين الشمال، العين اليمين مش بتتحرك توجين فيكسيشن، وبالتالي زاويه الحول هنا 60 بريزم دايوبتر. وطريقه البريزم كفر تيست هي الموست اكيوريت ميجرمنت للانجل اوف ديفيشن، اكتر دقه طبعا بكثير من الهيرشبرج تيست، وهي الوسيله المفضله ان انا اقيس بيها زاويه الحول. يبقى خدنا اول طريقه اللي هي زاويه الحول اللي هي هيرشبرج تيست. شايفين البريزمان كفر، البريزمان كفر دي على فكره انا بخلي العيان يبص على تارجت يفكس عليه، مش انا بغطي العين دي وهو بيفكس بقى بالعين الثانيه. يبقى لازم يكون بيفكس، يعني لازم يكون متعاون، يعني لازم يعني طفل صغير في عمر 6 شهور او 7 شهور طبعا عمره ولا هيبص ولا هيعمل، فعشان كده البريزمان كفر صعبه جدا. انا العيان ده بخليه يبص على تارجت، والتارجت ده نير تارجت، وبعد كده بخليه يبص على فار تارجت، يعني زاويه الحول يبقى اسهل للنير وللفار، ولازم يكون مصحصح معايا. احيانا بريزمان كفر تيست بتبقى احيانا صعبه كمان في الكبار، فالبريزمان كفر هتبقى صعبه ان انا اطبقها في الاطفال او عيان مش متعاون معايا. في صعوبه تانية في البريزمان كفر تيست، انا عشان اعمل التيست ده لازم العيان يبقى شايف كويس، يعني لازم النظر في العين دي يبقى كويس، والعين دي يبقى كويس، ما يكونش عنده كسل، ما يكونش عنده امبليوبيا، ولو عنده ريفراكتيف ايرور اصلحه له، لو هو محتاج نظاره يعني البسه نظارته الاول واقيسه زاويه الحول بالنظاره، لان مفيش معنى ان انا اقيس زاويه الحول بدون نظاره. طيب لو افترضنا ان العين دي امبليوبيك، مش شايف بيها، او نقول العين اللي هي الحولانه دي امبليوبيك، وانا بغطي له العين دي وعايزه يفكس بالعين اليمين على التارجت سواء نير او فار، ما هو مش هيفكس، وبالتالي البريزمان كفر تيست ما ينفعش يتطبق في وجود الامبليوبيا. في وجود الامبليوبيا بعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها كرامسكي تيست، اللي هو بريزم ريفلكشن. زي الحاله دي، الحاله دي عنده ليفت اكزوتروبيا، عينه الشمال هادفه لبره، امبليوبيك اكزوتروبيا، العين دي اصلا مش شايفه. فلو نفترض ان عملت بريزمان كفر تيست هعمله هنا ازاي؟ هقوم مغطي العين اليمين واحط البريزم هنا بيز اند، لو انا هعمل بريزمان كفر، لو افترضنا ان العيان ده المفروض يكون شايف، هقوم مغطي العين دي اليمين، هتقوم العين الشمال متحركه تو جين فيكسيشن، ده لو هو شايف. طيب انا اقوم حاطط بريزم بيز ان عشان يحدف له الصوره ناحيه الفوفيا بتاعته وعينه حولانه كده، واقعد ازود في الباور بتاعتها لغايه ما العين دي ما تضطرش تتحرك عشان تو جين فيكسيشن، وبالتالي كده حسبت زاويه الحول باستخدام بريزمان كفر.
بس لو العين دي لقيتها امبليوبيك انا هغطي له العين دي، مش هيفكس دي، هيفكس بيها ليه اذا كان هو مش شايف اصلا؟ وبالتالي في وجود الامبليوبيا هنا بطبق حاجه اسمها بريزم ريفلكشن تيست. كرامسكي ده الراجل اللي عمله. ايه كرامسكي بقى او بريزم ريفلكشن؟ لو شفنا في الصوره دي، ده بيشنت عنده ليفت امبليوبيك ايزوتروبي، يعني حوالين انا جوه العين دي الشمال دي امبليوبيك. بحط البريزمات بقى هنا، ما بغطيش عين، بحط البريزمات قدام العين الساوند اي اللي هو شايف بيها كويس. انا عايز العين دي احسب الديسبليسمنت بتاعتها. انا بقى هخلي العين ده يضطر ان هو يحرك العين الشمال دي. انا مش هغطي عين اليمين، هخليه يبص على التارجت وهو مفتح عينين الاثنين، واحط البريزمات هنا. هنا البريزم هيبقى بيز اوت اوف انكريزنج باور. اما احط البريزم بيز اوت هنا، العين دي هتضطر تتحرك لجوه. هو الصوره دي فيها مشكله، العين هنا مش هتبقى ثابته، لا العين دي هتتحرك لجوه زي ما هنشوف دلوقتي هنا. اما احط بريزم بيز اوت هنا والعين دي هو اللي بيفكس بيها، هيضطر ان هو يحرك عينيه ناحيه نيزلي كده، وبالتالي بالهيرنج لو العين دي هتتحرك تمبرلي. اقعد ازود في الباور بتاع البريزمات دي لغايه ما الاقي الكورنيال ريفلكشن اتسنتر في العين دي. يبقى انا كده حسبت الديسبليسمنت بتاعت العين دي، الازاحه بتاعتها، واتحركت قد ايه، او زاويه الحول قد ايه. بنحط بريزم اوف انكريزنج باور في قصاد العين الساوند اي زي ما هنشوف في الفيديو ده. الفيديو ده ده ليفت اكزوتروبيك امبليوبي. يبقى انا هحط هنا بريزمات ايه؟ دي الساوند اي دي اللي شايف بيها، هخلي العين يبص على تارجت واقوم عامل نور في عينه كده، واحط البريزمات هنا بيز ان عشان العين دي تتحرك في الاتجاه ناحيه اليمين، وبالتالي العين دي تتحرك معاها. ازود الباور بتاع البريزمات اللي هي محطوطه هنا اللي هي بيز ان لغايه ما العين دي تتسنتر، وفي نفس الوقت العين دي تبقى اثرات ديفيشن طبعا زي ما هنشوف دلوقتي. Now we'll demonstrate the Kremski test. He's fixating with his right eye. Fixation by right eye with the amblyopic. And I'll place a base in prism in front of the fixating right. ده البريزم بتاعه بيز ان قدام الفيكسيتنج اي عشان يحرك العين في هذا الاتجاه اليمين، وبالتالي الشمال اتحرك معاه. And as I do that, هو بيزود الباور بتاعتها. ولو لاحظتوا هتلاقي العين الشمال بتتحرك لجوه، العين الشمال بدأت تتحرك لجوه، وفي نفس الوقت اليمين بتتحرك لبره طبعا عشان تشوف الصوره، عشان تستمر في الفيكسيشن. And by Herring's law, the left eye is going to follow. يتحرك the end point is when دخل his left بدأت تدخل لجوه كمان. شايفين بدأت تدخل لجوه كمان وبرضه دي تخرج لبره. The HD. Yes, right. Now you're looking at the HD. تمام. هنا تقريبا يعني عند 25 بريزم دايوبترز الليفت اي ابيز ستريت. الليفت اي هنا بقت في السنتره بعد ما كانت حادفه لبره، فالباور هنا 25 او الانجل اوف ديفيشن 25 بريزم دايوبتر. هو ممكن يزود شويه عشان نشوف لو زود هيحصل هيدخل جوه اكتر. تو سترونج. يبقى زود الحول في البيشنت ده 25 بريزم دايوبتر. طبعا اما شال البريزم رجعت العين تاني تفكس باليمين تفكس، ودي حتفت لبره. يبقى انا عندي ثلاث طرق لقياس زاويه الحول. الهيرشبرج تيست، وده بيستخدم في الناس اللي هي الانكو اوبرتيف او زي الاطفال. البريزمان كافر تيست، وده الاساسي المفروض نستخدمه على طول. والكرامسكي تيست، ده بيستخدم في الامبليوبيك. طيب الطفل ده اللي هو الاسنشال ايزوتروبيا بقيسه بايه؟ بالهيرشبرج، لان هو مش هيساعدني في البريزم ان كافر، وهو عاده او حسب الكرايتيريا بتاع الديزيز ده ما بيبقاش عنده امبليوبيا. يبقى اول حاجه في الكلينيكال كرايتيريا، والكلينيكال كرايتيريا بتاعت الاسنشال ايزوتروبيا لازم تتحفظ صم، ان هو بيبقى عنده لارج اند ستيبل انجل اوف ديفيشن، وبتتقاس بالهيرشبرج تيست. تاني حاجه ان هو الطفل ده بيبقى عنده حاجه مميزه جدا، ان هو الفيكسيشن بتاعه في البرايمري بوزيشن بيبقى الترنت فيكسيشن، وفي السايد جيز بيبقى كروس فيكسيشن. يعني ايه؟ الطفل ده باصص قدامه وبيعمل بيفكس على حاجه، على لعبه، على هيز ماذرز فيس. هو هنا بيفكس بعينيه اليمين والعين الشمال حادفه لجوه. الطفل ده في احيان تانية تلاقيه فيكس بعينيه الشمال وعينه اليمين هي اللي حادفه لجوه. ده الترنت فيكسيشن، هو باص قدامه مره يفكس باليمين ومره يفكس بالشمال. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا. دي حاجه معناها ان الطفل ده بيشوف بعينيه اليمين زي عينيه الشمال، عشان كده مره يفكس بدي ومره يفكس بدي. دي حاجه معناها ان ما عندوش امبليوبيا، لانه بيستخدم عينه الاثنين. هو مش بيستخدمهم في وقت واحد لانه مريض مش طبيعي، بس مره يستخدم اليمين ومره يستخدم الشمال. والحاجه دي لو فقدناها، يعني مثلا الطفل ده جالي وعمره 6 شهور، قعدت اتابعه
وقيسه زاوية الحول عند سن 8 شهور 9 شهور، ما زلت عمال بقيس والطفل له ادوار برد ومش عارف عنده مشاكل تانية، مش عارف ادخله العمليات. جالي عن سن 10 شهور والدته داخله عليا مبسوطه جدا: يا دكتور الحمد لله الولد ده بقى يحول بعين واحده بس مش بالاثنين، هو دايما حولان باليمين والشمال هي المعدوله. هي الست داخله فرحانه، انما انت هتبقى فرحان زيها؟ لا طبعا، انت هتزعل. لا، تقول لها كده احنا كده دخلنا في مرحله اسوأ، هو ما كان بيحول مره باليمين ومره بالشمال، ده معناها ان النظر في عينين الاثنين زي بعض، وان مخه مره يشغل اليمين ومره يشغل الشمال. كون بقى ان هو حاول دايما بالعين اليمين وبقى يفكس بالشمال بس، هنا تقول لها الف مبروك، الطفل ده دخل في امبليوبيا، المخ مش هيقدر يستحمل الموضوع ده كتير. زي ما قلنا في الادابتيشن تو سكوانت، السنسوري ادابتيشن السبريشن ممكن يقلب بامبليوبيا. هو الطفل ده في الاول كان بيعمل ايه؟ كان بيفكس باليمين ويعمل تمبوري سبريشن للشمال، وبعدين يفكس بالشمال ويعمل تمبوري سبريشن لليمين، بس المخ مش هيستحمل ده كتير، المخ هيختار عين منهم ويعمل بقى امبليوبيا اللي هو بيرمننت سبريشن للعين التانيه. فلو فقدنا الالترنت فيكسيشن في البرايمري بوزيشن، دي حاجه وورنينج ساين، دي حاجه معنى ان الطفل داخل في الامبليوبيا، وده بيخلي البروجنوزس بتاع الحاله بورر. الحاجه الثانيه المميزه في فيكسيشن في السايد جيز بقى، لما يجي يبص انت جبت له اللعبه على يمينه هنا او على شماله، هيعمل حاجه اسمها كروس فيكسيشن. يعني ايه؟ التارجت هنا على جنب اليمين، هيقوم هو باصص بعينه الشمال اللي يعني الشمال الحولانه دي، هيقوم باصص بيها، مش هيحرك العين دي لبره كده، لا هيبص بالعين الشمال الحولانه. جبت له التارجت ناحيه شماله، هيقوم باصص بعينيه اليمين اللي هي الحولانه لجوه، هيقوم باصص على التارجت ده، بيعمل كروس فيكسيشن. الكروس فيكسيشن ده بيلخبطنا في حاجه اسمها بايلاترال سكس نيرف بولسي. ما ممكن الطفل ده عنده سكس نيرف بولسي، عشان كده ما بيعملش ابدكشن، ما بيحركش عينيه دي لبره، ما بيحركش عينيه دي لبره. الكروس فيكسيشن ده من الحاجات المميزه للاسنشال ايزوتروبيا، وهناخده في الديفرنشال دايجنوزس للالترن للبايلاترال سكس نيرف بولسي، وهنقوله بعد شويه. يبقى احنا كده قلنا كرايتيريا لارج اند ستيبل انجل، والثانيه الفيكسيشن في البرايمري بوزيشن الترنت فيكسيشن، وفي السايد جيز كروس فيكسيشن. رقم ثلاثه ان الطفل ده ومن تعريف الاسنشال ايزوتروبيا ما بيبقاش عنده سيجنيفيكانت ريفراكتيف ايرور. احنا بنتولد عندنا هايبرمتروبيا نتيجه ان الاكزيال لينث بتاعت عينينا بيبقى قصير شورت، وبالتالي بيبقى بنتولد عندنا 1 بريزم تو 2 بريزم دايوبت 1 دايوبتر انا اسف تو 2 دايوبترز هايبرمتروبيا. وجود ال 1 تو 2 دايوبترز دول مش بيعملوا اكاونتيف ريفراكتيف ايزوتروبيا، لان ده نورمال فور ايج. فالطفل ده زي ما قلنا جزء من فحصه ان احنا نشوف له الفاندس والريفراكشن، السايكلوبيجيك ريفراكشن بتاعه تلاقيه نورمال فور ايج، يعني بلس 1 بلس 2 مش اعلى من كده. احيانا بنلاقي ايرور اعلى من كده 3 مثلا او 4. لو لقيت ايرور اعلى من اثنين بتصلحه طبعا، بتلبسه الفول سايكولوجيكال ريفراكشن بتاعه وتشوف زاويه الحول بعدها قد ايه، انما عاده بيبقى الريفراكشن قليل نورمال فور ايج. الحاجه الثالثه ان الطفل بيبقى عنده نستاجمس. نستاجمس دي اللي هي الحركه الاوسيلاتوري انفولانتوري ريبيتيتيف موفمنت للعين، زي حركه بندول الساعه كده، او بتبقى بندولر او جيركي. ونستاجمس ده قد يكون ليتنت، يعني ابيرز اونلي اون كفرينج وان اي، يعني والطفل مفتح عينين الاثنين ما عندوش مشكله، مفيش نستاجمس، تيجي تغطي عين تلاقي الثانيه عماله تعمل نستاجمس زي ما نشوف بعد شويه، او مانيفست ليتنس يعني موجود والعين مفتوحه بس بيزيد لو واحده من العين بقت كفر زي الفيديو ده. شايفين لما غطينا العين الشمال العين اليمين بدات يحصل لها الاوسيلاتوري موفمنت اللي هي النستاجمس. يبقى تاني نراجع الكريتيريا: large and stable angle of deviation, refractive error is normal for age, primary position في cross fixation في alternate fixation of side gaze في cross fixation, nystagmus, واخيرا اللي هي ال sequences او consequences بتاعت المرض ده. الكريتيريا الاربعه اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي large and stable angle, normal, refractive error is normal for age, و fixation سواء في البرايمري بوزيشن او السايد جيز والنستاجمس، الاربع كراتيريا دول بيجوا لنا عاده في فحص العيان، بيجوا مع بعض بنشوفهم كلهم. لكن التطور الطبيعي اللي هو الناتشرال كورس بتاع الديزيز ده، ان ممكن عضلات ثانيه تتاثر في عينيه ويحصل فيها مشاكل قدام، زي الانفيرو اوبليك اوفر اكشن والديسوشيتد فيرتيكال ديفيشن. عشان كده الحاجات دي بتحتاج جراحه،
والحاجه دي ما بتبانش في الاول. يعني الطفل بيجي لنا عند 6 شهور 7 شهور سنه عنده الكرايتيريا الاربعه اللي قلنا عليها، بس ما بيبقاش عنده الانفيرير اوبليك اوفر اكشن ولا عنده دي في دي اللي هو ديسوشيتد فيرتيكال ديفيجن. الطفل ده علاجه عمليه على فكره، ان احنا قلنا اسنشال ملوش سبب، فعشان كده بيبقى علاجه عمليه. بس وانا داخل اعمل العمليه دي بقول للوالد ووالدته ان الطفل ده قد يحتاج ان هو يدخل تاني بعد سنه بعد سنتين يعمل عمليه تاني. ليه؟ لان ده الناتشرال كورس بتاع الديزيز. الناتشرال كورس بتاع الديزيز ده ان هو ممكن عضلات تانية في العين يحصل فيها مشاكل قدام، مش باينه دلوقتي، ممكن او لا، وتحتاج برضو جراحه.